نروح لاخبار نادي الاسماعيلي، واللي هيواجه الصفاقس التونسي النهارده الساعه 6 مساء في دوري الصلاله الوديه اللي هتقام بعمان. الجوله الافتتاحيه لدوري الصلاله بتضم اربع غرف: القطري والنصر العماني والصفاقس التونسي والاسماعيلي. خير الدين مضوي المدير الفني للاسماعيلي يدعي على ضروره مواجهه الصفاقس التونسي بكل جديه، خصوصا طبعا المباراه دي هتكون اختبار قوي لمدى استعداد النادي الاسماعيلي لمواجهه النادي او لمواجهته في الدوري.